أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. يحاول أن يلعب كرة بينية وتعود الكرة إلى حارس المرمى. يلعب كرة على اليسار، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى مرت الكرة بشكل جميل. راكيتيتش يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لينجليت، أنتوني غريزمان، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. يلعبها طويلة، اللاعب يستلم الكرة. سيرجي روبرتو ينقل الكرة للجانب الآخر. راكيتيتش، سيمون غوستافسون، يبحث عن المهاجم، فرصة هجوم معاكس، يحاول فك شفرة الدفاع. لويس سواريز، كرة باتجاه المرمى، الله مروان ينجح في التسجيل. شوف سرعتها، قوتها، دقتها، روعتها، كرة مذهلة. هدفين مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة. تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. سيمون غوستافسون، فرصة خطيرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فاتت ومرت، وصلت إليه غريزمان. إيفان راكيتيتش يمر ويلعب كرة بينية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. بوسكيتس، يلعبها طولية. لويس سواريز موجود لإبعاد الكرة، لمسة بينية، قد تكون هذه فرصتهم. سيمون غوستافسون أفقد الخصم التركيز، التوازن، يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية، لا يسددها غريزمان. لديه فرصة عرضية من الجانب. لويس سواريز، تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة.
يحاول تمريرها من بين المدافعين. رائع جدا في التحكم في الركض بالكرة، في لمس الكرة، وأيضا في تمريرها. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يبحث عن زميله. فرصة خطيرة، لينجليت، راكيتيتش، لمسة بينية. الكرة ملعوبة من مسافة. بوسكيتس، بوسكيتس، لمسة على اليسار. أنتوني غريزمان في محاولة مرور من الجهة اليسرى. راكيتيتش، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحصل عليها راكيتيتش. وفي هذه اللحظة صافرت حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. أداء جميل، شباك نظيفة، تقدم بهدفين، فريق يحكم وسط الملعب بشكل جيد، فريق يتحكم برتم المباراة. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، نفس الأسماء التي بدأت المباراة. يلعب الكرة العرضية للقائم الثاني، يحاول لعب الكرة بالرأس. الله يا ولد، هدف غير عادي. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، يبعد الكرة عن المرمى. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كرة إلى الأمام، ينطلق بمجهود فردي. لويس سواريز، يا إلهي، جول! بكل هدوء معها في الشباك بدون تردد. والتقدم الآن بفارق هدفين. أكيد بهذا الهدف الأمور تتغير، فريق يفقد الأمل وفريق يبدأ في الشعور بالراحة والسيطرة على الأجواء. لينجليت، جوردي ألبا، لينجليت، راكيتيتش، يبحث عن المهاجم ليونيل ميسي.
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. وستكون هنا رمية تماس. راكيتيتش، الله على هذا الأداء، هدف آخر تألق كبير. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. يسيطرون على المباراة واتسع الفارق إلى 3 أهداف، كل شيء في مصلحتهم اليوم. اللاعب يحاول فرصة للتسديد، سيشعر بالتأكيد بالحزن على إباعة هذه الكرة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يحاول أن يلعب كرة بينية، يمر ويلعب كرة بينية، وصلت إليه. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. راكيتيتش، غريزمان، ضغط قوي وينجح في استعادتها. تمرير لويس سواريز وينجح في تسجيل الهدف بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة. انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. يلعبها إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. بيكيب، ميسي، سيرجي روبرتو، يلعب كرة طويلة. سيرجي روبرتو، لمسة إلى الهجوم. لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، جوردي ألبا، غريزمان يلعب كرة بينية. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ يلعب أنتوني غريزمان، والكرة في الشباك. جول! بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة.
سيطرة غير عادية مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، كرة طولية إلى الأمام، كرة طولية مباشرة للأمام، لويس سواريز يمر ويلعب كرة بينية. يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول تمريرها من بين المدافع أنتوني غريزمان، الكرة في المرمى، جول. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، عندما يكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. سيمون غوستافسون، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ميسي، خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى أمام فرصة يسددها سواريز، وضعت الكرة بعيدة جدا إلى وعلى جانب القائم الأيسر. مرتدة كانت غير عادية في أقل من 10 ثواني. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. بيكيب، سيرجي روبرتو، الكرة ملعوبة من مسافة، غريزمان، أنتوني غريزمان، تصدي غير عادي ببراعة كبيرة من حارس المرمى، تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. الكرة ملعوبة إلى الأمام، ميسي، يا سلام، لويس سواريز لعب الكرة ولكن بعيدة جدا عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة، فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. أوتريخت يبحث عن حل من دكة البدلاء، كرة طولية إلى الأمام وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، ينطلق إلى الأمام بسرعة، يبحث عن المهاجم، خسر المواجهة أمام خصمه، يستعيد الكرة بسرعة،
بيكي. ميسي بطريقة ذكية يواجه خصمه، مواجهة قوية بينهما. كرة طولية في المساحة الخالية، يلعب عرضية داخل 18. استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. لينجليت انطلاقة من جهة اليمين، يرفعها داخل 18، يقطع الكرة، يلعب كرة على اليسار، يحاول أن يلعب كرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، الكرة داخل الشباك. الكرة توضع في أفضل مكان، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. أحرزوا هدف لكن لا يزال الطريق صعبا للغاية. لينجليت يلعبها لمنطقة الخطر، يعيدها إلى الحارس، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. جوردي ألبا، بوسكيتس، غريزمان، ميسي، ليونيل ميسي. بإمكانه إبعاد الكرة، غريزمان، كرة ممتعة، ليونيل ميسي. سيمون غوستافسون، تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، ليونيل ميسي، لمسة بينية، أنتوني غريزمان. تسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لكن أيضا لم تشكل خطورة كبيرة. قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من التمريرات بفترة زمنية بسيطة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. بيكي، جوردي ألبا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. راكيتيتش، بوسكيتس يسيطر على الكرة، يسددها سواريز. يفقد توازنه، الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة.